الجزء ده من البيانات بيحلل اتجاه ومحددات ريادة الأعمال بالنسبة للمرأة في مصر، ما زالت مصدر غير مستغل لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. وعلى الرغم من زيادة أعداد رائدات الأعمال الإناث في العالم، إلى أن المرأة التي تمتلك شركات متناهية الصغر أو المشتغلة في النشاطات الخاصة بريادة الأعمال لازالت متأخرة عن الرجل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. ومن العوائق اللي بتمنع دخول المرأة في ريادة الأعمال من أهمها هي الوصول لتمويل، بلس المسؤوليات المنزلية زي ما قالت كارولين في البيبر بتاعتها، انه عادة ما بيكون ملقى على عاتقها المسؤوليات المنزلية الخاصة بتربية الأطفال والبيت، وخاصة لو كانت هي ربة المنزل او كانت او المسؤولة عن المنزل، او كان زوجها لا يعمل او يعمل لحسابه الخاص او سيلف امبلويد، فبالتالي هي بتضطر، ويجي لنا النقطة اللي بعد كده، بتضطر تدخل تعمل في ريادة الأعمال أو تعمل لحسابها الخاص كسيلف امبلويد للضرورة، وليست إنها فرصة ليها. البيانات هنستخدم البيانات من 98 2006 2012 2018، وهنركز على الشركات اللي بتعمل في الأنشطة الغير زراعية. من أهم المخرجات اللي هيتم تحليلها في هذا الفصل هو خصائص الشركات التي تمتلكها إناث مقابلة للرجال، وما خصائص هذه خصائص ممتلك الشركات، وخصائص الشركات نفسها مقابل الشركات اللي بيمتلكها الرجال. أيضا سيتم إلقاء الضوء على المشتغلين في نشاطات ريادة الأعمال من النساء والرجال، وازاي تطوروا من 98 ل 2018، وهل في تفاوت ما بين الرجال والنساء ام لا. وسيتم اخذ في الاعتبار في التحليل الفئه العمريه، التعليم، المستوى الاجتماعي، مكان الشركه، التوزيع الجغرافي، النشاط الاقتصادي، راس المال. ومن الأسئلة الرئيسية اللي هيتم إجابتها في هذا الفصل هو إيه خصائص الشركات التي تمتلكها خصائص ممتلكي الشركات من النساء versus الرجال، وخصائص الشركات دي. وسيتم إلقاء الضوء أيضا على المشتغلين في نشاطات ريادة الأعمال، وهل في تفاوت بين الرجال والإناث. وسيتم أيضا إلقاء الضوء على السياسات التي تقلل من هذا التفاوت. بداية سنتعرف على خصائص الأونرز من الرجال والنساء للنوع ده من الشركات التي تعمل في النشاط الغير الزراعية، وإزاي بتتفاوت حسب النوع. في المجمل، نسبة الأفراد الممتلكين شركات في مصر نسبة تكاد تكون ثابتة من 98 ل 2012، وبعدين بتنخفض انخفاض ملحوظ من 2012 7.2% ل 5.6% في 2018. إذا نظرنا إلى الشركات المملوكة للنساء فنلاقي إن النسبة تكاد تكون ثابتة لغاية برضو 2012، وفي زيادة طفيفة من 1.9% في 2012 ل 2.2% في 2018. الناحية الثانية، الشركات المملوكة للرجال في انخفاض ملحوظ من 2012 12.6% ل 9.1% في 2018. ايضا اذا نظرنا الى المستوى التعليمي لممتلكي هذه الشركات، فاذا نظرنا للنساء سوف نجد انه في ما بين 2012 و2018 ارتفاع ملحوظ، ارتفاع من 3% ل 4% بالنسبه للنساء الاميات، وبالنسبه للنساء المستوى تعليمهم اقل من المتوسط والمتوسط زادت النسبه من 1% في 2012 ل 2% في 2018، بينما انخفضت بالنسبه للنساء ذوي الشهادات العليا فيما فوق. ايضا بالنسبه للرجال او بالنسبه للذكور، فنجد انه في انخفاض ملحوظ من 2012 ل 2018، بس اذا نظرنا الى بيانات 2018 لقينا، سوف نجد انه الرجال، نسبه الرجال الحاصلين على شهادات جامعيه فيما فوق بتزيد
يعني كممتلكين شركات متناهية الصغر عن أي فئة أو أي عن أي مرحلة تعليمية أخرى. وإذا نظرنا للفئة العمرية فسوف نجد أن النساء ممتلكات الشركات نسبهم بتعلى في الفئة العمرية ما بين 30 ل 49 سنة و50 سنة، وهي ثابتة من 2012 ل 2018 عند 3%. وبالنسبة للرجال بنجد أنه برضو النسبة ثابتة عند 13% في الحقبة العمرية ما بين 30 ل 49 سنة و50 سنة. ايضا اذا نظرنا الى نسبه الهاوسهولدز، نسبه الاسر اللي لديها شركات حسب الثروه، فسوف نجد في المجمل من 2012 2018 انه في انخفاض في نسب الاسر اللي لديها شركات متناهيه الصغر. ولو نظرنا في بيانات 2018 سوف نجدها متمركزه في الخميس الاعلى من الثروه وهما الاكثر غنى. واذا نظرنا الى النساء اللي بيكون ربه الاسره فسوف نجد تمركزها في الخميس الثاني وهو الافقر، بينما الرجال ما يتمركزوا في 2018 في الخميس الاخير هو الأغنى أو الأعلى ثروة. تاني حاجة هتتناولها البيانات هي خصائص الشركات نفسها، وهل تتفاوت إذا كانت الشركات أو الخصائص تتفاوت إذا كانت الشركات مملوكة لذكور أو مملوكة لإناث. بالنسبة للنشاط الاقتصادي زي ما احنا شايفين إذا نظرنا هلاقي إنه بتكون الشركات المملوكة للنساء أكثر انحصاراً في مجالات الخدمية وتجارة التجزئة والتوزيع، تجارة الجملة والتجزئة، بينما بيزيد نسب الشركات المملوكة للرجال في مجالات زي الترانسبورتيشن والستورج والمانيفاكتشن، وبتقل جداً للنساء. بالنسبة لللوكيشن مكان الشركة itself، فبنلاقي إن برضو نسب الشركات المملوكة للنساء بتلاقي نفسها يعني بتكون أكثر تواجداً في المنزل. وفي زي ما قال الدكتور روجي في البرزنتيشن بتاعته، وما يكون في fixed establishments زي داخل المنشآت زي الشوبس، بينما بتقل جداً النوع ده من الأماكن بالنسبة للشركات المملوكة للرجال. وبتزيد ما هو معروف بالموبايل وركر او البائع المتجول او تكون الشركه نفسها في ترانسبورت بيزد، وهي في وسيله مواصلات، يعني بيكون حاطط البرودكتس بتاعته في عربيات متناقله، ودي بتقل جدا بالنسبه للنساء. المنشاه بالنسبه لرسميه المنشاه فبنجد انه النسبه الشركات بتكون مقيدة في القطاع الرسمي بتزيد من 2012 ل 2018 من 45% ل 47%. بالنسبة للمنشآت المملوكة للنساء بتزيد نسبتها من 21% في 2012 ل 25%. وأيضا بالنسبة للشركات المملوكة للرجال فبنجد أنها بتزيد من 49% ل 51%. ولذا نظرنا البيانات 2018 سنجد أنه الرجال ضعف النساء، وهما أكثر المنشآت بتاعتهم أكثر أنها تكون رسمية. بالنسبة لرأس مال المنشآت لو نظرنا في بيانات 2018 هنلاقي ان نسبة المنشآت المملوكة للنساء وذات كابيتال رأس مال منخفض اقل من 100 جنيه فهي 20%، مقابل انه في 2018 الشركات المملوكة للرجال ورأس مالها بيتراوح ما بين 5000 لأقل من 10000 هي 45%. فيلاحظ انه بس لو نظرنا بالتطور من 98 ل 2018 سنجد انه الراس مال المنخفض بيقل اوفر تايم. يعني هو في 98 الراس مال الاقل من 100 جنيه ابتدى ب 30% وانتهى في 2018 ب 20%.
وايضا راس مال الشركات المملوكه للنساء. انا بتكلم عن الشركات المملوكه للنساء. وبالنسبه للشركات المملوك المنشات المملوكه للنساء فنسبه الكابيتال المرتفع ما بين 5,000 ل 10,000 هو زاد من زاد من من 6% ل 12%. فالتطور ناحيه انه الشركات المملوكه للنساء بيزيد الكابيتال فيها المرتفع، ولكن ما زال لغايه دلوقتي هي متاخره جدا عن الذكور. دي من اهم النتائج اللي اظهرتها بيانات المنشآت في مسح سوق العمل هي القروض الرسميه اللي بتحصل عليها المنشآت. القروض الرسميه بتحصل عليها المنشآت المملوكه للنساء ارتفعت في 2012 من 3% الى 5% ل 2018، بينما هي ثابته عند 3% للمنشآت المملوكه للذكور. اخر عنصر للتحليل في الفصل ده هو الاشخاص المشتغلين في الانشطه اللي ليها علاقه برياده الاعمال، وهل في تفاوت بين الرجال والنساء ام لا. فنجد انه نسبه المشاركه او نسبه الافراد المشتغلين في انشطه رياده الاعمال ثابته من 98 ل 2012، وبتقل من 8% ل 7% في 2018. بالنسبه للاناث يرى ان نسبه الاناث المشتغلين في الانشطه المتعلقه برياده الاعمال بتزيد زياده طفيفه من 2% 2012 ل 3% في 2018، بينما تنخفض للذكور من 14% في 2012 ل 11% في 2018. بالنسبه للحاله التعليميه للمشتغلين في انشطه رياده الاعمال بيلاحظ انه نسبه النساء الاميات المشتغلين زادت من 2012 ل 2018 من 4% ل 5%، وبالنسبه للنساء ذوي تعليم اقل من المتوسط والتعليم المتوسط زادت برضو نسبه من 2012 من 2% ل 3% في 2018، بينما هي ثابته للاناث ذوي التعليم المرتفع فيما فوق. بيلاحظ ايضا انه للذكور المشتغلين في انشطه خاصه برياده الاعمال فهم الاكثر في المرحله التعليميه الجامعيه فيما فوق. ايضا بالنسبه للفئه العمريه فبيلاحظ انه في زياده للمشتغلات في رياده الاعمال من 2012 ل 2018 من 3% ل 5% في الحقبه العمريه ما بين 30 ل 49 سنه، وانخفاض من 4% ل 3% في الحقبه العمريه في 50 سنه فيما فوق. وبالنسبه للرجال فبالنظر لبيانات 2018 سنجد تمركزها عند 15% في الفئه العمريه ما بين 30 ل 49 سنه و50 فيما فوق. حاضر. دي خلاص. بالنسبه للمشتغلين ايضا في انشطه رياده الاعمال على حسب التوزيع الجغرافي فبنلاقي ان النساء المشتغلات في انشطه رياده الاعمال بتزيد في المناطق الريفيه في صعيد مصر وفي وجه في المناطق الريفيه في كل من صعيد مصر ووجه بحري، وبتتركز بالنسبه للذكور في المناطق الحضريه في وجه بحري. اخيرا على حسب الثروه فهي برضو بالنسبه للمشتغلات من النساء في مجال رياده الاعمال فهي بتزيد للخميس الاول والثاني وهم الاكثر فقرا، بينما هي بتظهر بينما الذكور المشتغلين في رياده الاعمال بيكونوا بينتمون الى الخميس الاعلى في الثروه. Getting to the summary، احنا ممكن بنقول ان الست سواء الاناث هم اقل انخراطا في انهم او اقل عرضه انهم يكونوا اصحاب شركات او مشتغلين في رياده الاعمال في مصر. بيلاحظ في الاشتغال في رياده الاعمال في مصر انه في انها ستيبل كونستنت من 98 ل 2012، وفي زياده طفيفه جدا في 2018 بينما بتنخفض تماما للرجال. بالنسبه لخصائص الشركات اللي بتعمل فيها الاناث فهي
عادة ما بتكون في المنزل، عادة ما بتكون في قطاع غير رسمي، عادة ما بتكون ذو رأس مال منخفض مقارنة بالرجال. وبالنسبة لخصائص ممتلك الشركات، فعادة السيدات ما بتكون أمين وفي حقب عمرية كبيرة. The big picture إن إحنا بنقول إن القروض واللي ظهرت زيادتها بالنسبة للشركات المالكيها إناس، بتقول إنه المبادرات اللي بتقوم بها الحكومة أو منظمات المجتمع المدني اللي بتحاول تسد الفجوة ما بين النساء والرجال في مجال ريادة الأعمال في مصر، إنها يعني ليها صدى في البيانات، وانه في مشاريع كبيره من اهمها مشروع مسطوره مع وزاره التضامن، وهي بتقوم باعطاء قروض للنساء وعشان تقوم بمشاريعها. ايضا كتير يعني من الواضح برضو من البيانات انه الوصول للتمويل هو من احد العقبات، فتوصيل التمويل خاصه للمراه اللي بتعيش في صعيد مصر و حيث معدلات الفقر الأعلى وتشجيعها وتمكينها لدخول سوق العمل هتبقى من السياسات اللي تقدر تسد الفجوة التفاوت ما بين فريات العمل ما بين النساء والرجال. شكراً.